هذه الهوة وهذا الركام المتناثر هي مخلفات الهجوم الصاروخي الروسي على مستودع مركز بريد نوفا بوتشا بخاركيف شرقي البلاد بحسب ما أعلنت عنه السلطات الأوكرانية. قصف صاروخي أودى بحياة 6 أشخاص و17 جريحا من موظفي المستودع، وبين تدخل خدمات الطوارئ ومحاولة إسعاف المرضى حالات خطيرة تصل إلى المستشفى وجسم الطبي يكافح من أجل إنقاذ حياتهم حسب ما صرح به حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف. صافرة الإنذار انطلقت قبل ثانية من الاصطدام ليواجه عمال نوفا بوست تحدي الفرار إلى ملجأ آمن في وقت قصير حسب ما صرحت به الشرطة الأوكرانية. كنا نعمل وكان هناك هجوم صاروخي ثم وقع الانفجار وبدأ الجميع بالفرار. قدمت الإسعافات الأولية اللازمة، فعلت ما بوسعي وبقدر ما أستطيع. شظايا هذا القصف بلغت حدتها مساحة خارج منشأة المستودع بما فيها ساحة انتظار المخصصة للسيارات والمركبات المدنية. الأضرار جسيمة، يمكنكم أن تروا ذلك بأنفسكم. لقد تضررت عشرات المركبات المدنية وعربات صغيرة خارج المبنى والسيارات في ساحة انتظار السيارات. الحريق دمر ما يقرب من 300 متر مربع من مساحة هذه المنشأة. وبينما يدخل النزاع الروسي الأوكراني عامه الثاني، تأتي هذه الهجمات قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل لبحث استمرار الدعم الغربي لكييف الأوكرانية ضد موسكو الروسية.